الحلقة الماضية شفنا جميعا كيفاش قدر موسى بن أبي العافية أنه يأسس الدولة ديالو على أنقاض الدولة الإدريسية، وشفنا أيضا كيفاش حتى غدر بالفاطميين اللي ساعدوه حتى أسس الدولة ديالو وغدر بهم في الأخير من خلال مبايعته للأمويين اللي وعدوه بأنهم غادي يعطيوه مزايا كثيرة فور الدخول في طاعتهم من خلال حكم المغرب بشكل مباشر، يعني أن الأمويين غادي يكفيهم أنهم يدعي لهم في المنابر فقط بلا ما يعطيهم الضرائب، وعطاو أمر باش يتحكم في قرارات الدولة ديالو بدون ما تدخل فيها الدولة الأموية. لكن هادشي ما عجبش الفاطميين لأنهم كانوا كيعتبروا الأمويين الأعداء ديالهم، لأنهم بجوج كانوا طامعين في التوسع صوب المغرب، لهذا غادي يهجموا الفاطميين على موسى بن أبي العافية وغادي يغلبوه طبعا، بل وغادي يسترجعوا المغرب الأقصى تحت السيطرة ديالهم رغم محاولات الدولة الأموية عسكريا اللي فشلات كلها وما قدراتش على جيش الفاطميين. فهنا بان واحد الأمير إدريسي في الصورة، وهذا الأمير هو القاسم بن محمد بن القاسم بن إدريس الثاني والملقب بقنون. الأمير قنون غادي يعلن البيعة للدولة الفاطمية وغادي يطلبهم باش يتكلف بالمهمة ديال القضاء على موسى بن أبي العافية، وفعلا غادي يقدروا يغلبوه وغادي يهرب نحو المجهول لتعود الدولة الإدريسية إلى الواجهة بأمر من الخليفة الفاطمي القاسم بن عبيد الله المهدي. كانت هذه فقط مقدمة لهذه الحلقة باش نذكركم بالوقائع والأحداث اللي وقعات وكيفاش وصل قنون لسدة الحكم وحيا أمال الدولة الإدريسية في الوجود، خصوصا بعد ما حاول موسى بن أبي العافية أنه يقضي على السلالة الإدريسية للأبد في المغرب بعد ما نفاهم القلعة حجر النصر، وهذا الشيء شفناه بالتفاصيل في الحلقة الماضية وبغينا نذكركم به باش نكملوا على القصة فين خليناها. القاسم بن محمد بن القاسم بن إدريس الثاني تم تنصيبه أميرا على شمال المغرب بأمر من الفاطميين، وكانت العاصمة ديالو هي قلعة حجر النصر اللي كما قلنا في الحلقة الماضية كتواجد ما بين العرائش وشفشاون، وفي العهد ديالو غادي تعرف بلاد المغرب والأندلس وإفريقيا كذلك واحد المجاعة كبيرة بين الأهالي، وفي العهد ديالو أيضا غادي تشعل واحد العافية خيبة في أسواق مدينة فاس اللي ما خلات فيه والو إلى درجة أنهم سموا ذاك العام بعام النار. كيقول الناصري في كتاب روض القرطاس: كان بإفريقيا والمغرب والأندلس رخاء مفرط وطاعون ووباء كثير، وفيها كانت الرياح السوداء الشديدة الهبوب التي قلعت الأشجار وهدمت الدور، فتاب الناس ولزموا المساجد وابتعدوا على كثير من الفواحش. وفي العهد ديالو أيضا غادي يبان واحد الدين جديد في بلاد غمارة من واحد الشخص اللي كان سميتو أبا محمد بن أبا يخلف، هذا الأخير كيقول عليه ابن خلدون باللي كان يدعي النبوة في بلاد غمارة وتقو به الناس اللي كانوا كيسكنوا في ذوك القبائل اللي تما. وحسب ابن خلدون كيقول أنه كان كيعيش في قبيلة حاميم بالقرب من مدينة تطوان الحالية، فلما آمنوا به خرج لهم واحد الدين جديد وقرآن وعبادات غريبة والعياذ بالله. فمثلا كيقول ابن خلدون: اجتمع إليه كثير من غمارة وأقروا بنبوته وشرع لهم صلاتان في كل يوم، واحدة عند طلوع الشمس والثانية عند غروبها، وكان في كل صلاة 3 ديال الركعات، ويسجدون وبطون أيديهم تحت وجوههم ومن قرآنهم الذي كانوا يقرؤونه بعد تهليل يهللون به، يقولون: يا من خلى النظر ينظر في الدنيا، أخرجني من الذنوب، يا من أخرج يونس من بطن الحوت وموسى من البحر. ثم يقولون في ركوعهم: آمنت بحميم وبأبيه أبي يخلف، وآمن رأسي وعقلي وما يكنه صدري وما أحاط به دمي ولحمي، وآمنت بتالية عمة حاميم أخت أبي يخلف. ثم يسجدون. كيقول ابن خلدون كذلك: هذا السيدة اللي سميتها تالية اللي هي عمة حاميم كانت ساحرة وكاهنة، كانوا كيتشاوروا معها في جميع الأعمال ديالهم والعياذ بالله. أما عن هذا الشخص اللي نسمي راسه بحاميم، فبما
أن الناس آمنوا به فرأى أمرهم باش يصوموا يومين في السيمانة، اثنين والخميس دائما يصوموا من الفجر حتى الظهر. أما عن رمضان فكان كأمرهم بصوم 10 أيام فقط، ومن أفطر فعليه أن يتصدق بتورين، بالإضافة إلى أنه حلل عليهم أكل أنثى الخنزير وعفاهم من الحج ومن الوضوء بل وحتى الغسل من الجنابة، وحرم عليهم أيضا أكل البيض حتى هو، وحرم عليهم بزاف ديال الأشياء كذلك. ولكن النهاية ديالو كانت مباشرة بعد ما وصلت خبارو لعبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في الأندلس، هاد الأخير اللي غادي أمر الجيش ديالو باش يقتل هاد حاميم اللي منوض الفتنة في المغرب. وبالفعل غادي يتلقى الجيش الأموي بحاميم في واحد القبيلة بالقرب من مدينة طنجة، وغادي يتم قتله تما على الفور هو والأتباع ديالو، وتم إخبار الخليفة الأموي بهذا الخبر، بل وتم أيضا تعليق الجثة ديالو في باب واحد المدينة تما في شمال المغرب. أما عن الأتباع ديال هذا المريض عقليا فبعد ما تم قتله غادي يرجعوا للإسلام، وذلك في سنة 315 للهجرة. عودة للتحدث على الأمير جنون، فأثناء وقوع هذه الأحداث كان كيحارب موسى بن أبي العافية، فلما انتهى من الأمر ديالو غادي يعلن قلعة حجر النسر عاصمة لدولته، لكن غادي يوقع بينه وبين ولاد عمه واحد الصراع خطير، بحيث أن ولاد عمه كانوا كيحكموا شمال المغرب اللي كان يعني شمال المغرب من الفوق يعني الريف، وكانت الحدود ديالهم تقريبا مع الحدود ديال جنون. والإشكال اللي كان بيناتهم هو أن أبناء عمر بن دريس كانوا مبايعين للدولة الأموية، أما جنون فكان مبايع للدولة الفاطمية، فكان وقع واحد الانشقاق في شمال المغرب بين الأدارسة. أما عن فاس فكانت ديك الساعة تحت السيطرة الفاطمية لأنها كتعتبر آنذاك مركز الحكم في المغرب. كلنا كنتذكروا بعد وفاة المولى إدريس الثاني خلى واحد العدد كبير من الدراري اللي كانوا ولاده طبعا، وباش ما يضربوش على الحكم فرقات عليهم جداهم كنزة الأوربية أقاليم المغرب، وكان من نصيب عمر بن دريس شمال المغرب. ولما تار عيسى بن إدريس على السلطان الإدريسي آنذاك محمد بن دريس غادي يعطي هذا الأخير الأمر للقاسم بن دريس باش يهنيه من التورة ديال عيسى، لكن القاسم غادي يجاوب السلطان محمد أنه ما يقدرش يحارب خوجو أي كان، وهذا كيعني أنه رفض الأمر اللي كيعطيه خوه الأكبر واللي هو السلطان ديال الدولة. فهنا غادي يرسل السلطان محمد بن دريس رسالة لخوه عمر وغادي أمره بالهجوم على عيسى والقاسم، وبالفعل عمر غادي يقول ليه سمعا وطاعة، وغادي يتحرك بالجيش ديالو صوب طنجة اللي غادي يلقي فيها القبض على خوه القاسم بعد ما احتل المدينة ديالو عسكريا، ثم غادي يتحرك الأمام نحو شالة ومدينة سلا اللي كان فيها عيسى بن دريس، وتا هو غادي يغلبه وغادي يلقي القبض عليه. فلما وصلت أخبار نجاح عمر بن دريس في المهمة ديالو غادي يجازيه السلطان محمد بجميع الأراضي اللي كانت تحت حكم القاسم وعيسى، غادي يعطيها الخو عمر وغتولي تحت الطاعة ديالو. فبقوا أبناء عمر كيحكموا هاد الأراضي بشكل وراثي بعيدا عن فاس. ولما خرج جنون من فاس بعد ما قتلوا خوه الحسن الحجام غادي تخبى في مدينة قلعة النسر، وغادي يوقعوا الأحداث اللي ذكرنا في الأول ديال هاد الحلقة، وغادي يوقع أيضا الحرب ضد موسى بن أبي العافية. ولما انتصر جنون على موسى بن أبي العافية غادي يعلن مبايعة الفاطميين اللي عطاوه حكم غرب شمال المغرب، لكن الحدود ديال الدولة ديالو كانت كتحدى إمارة بني عمر بن دريس الثاني اللي كانوا مبايعين للدولة الأموية هاد الأخيرة اللي في سنة 326 للهجرة غادي تدخل في الحرب اللي كانت ما بين بني عمر وجنون على مدينة أصيلة. فلما قرروا بجوجهم أنهم يتوسعوا صوب هاد المدينة الساحلية، لكن بما أن الاتفاق اللي كان كيجمع بني عمر بالأمويين غادي يعطي الخليفة الأموي أمر للوالي ديالو في سبتة باش يساعد بني عمر في الحرب ديالهم ضد ولد عمهم جنون، لكن الأمويين ما قدروش ينتصروا على جنون، فبقى هاد العداء بيناتهم سنين وسنين حتى لسنة 337 للهجرة، أي تقريبا 12 سنة. وفي هاد السنة بالضبط أي سنة 337 للهجرة غادي يتم الإعلان عن وفاة الأمير الإدريسي القاسم بن محمد بن القاسم بن دريس الثاني الملقب بجنون، وغادي يتم مبايعة ولده في مكان أبي العيش أحمد بن القاسم جنون اللي كتقول عليه المصادر التاريخية أنه كان عالما وفقيها حافظا للقرآن والسيرة النبوية، وكان ذا دراية بالتاريخ ويعلم بأنساب قبائل الأمازيغ والعرب، كما
كما أنه كان كريما وشجاعا وكان لقبه الفاضل. مزيدا من المعلومات حول هذا الأمير الإدريسي، هذا الشيء اللي غادي نعرفه في الحلقة الجاية اللي غتكون حلقة خاصة على أبي العيش، وغادي نعرفه أيضا من خلالها كيف كانت أيامات السلطان وشنو هما الأحداث والوقائع اللي وقعات في الفترة ديال الحكم ديالو. أما بخصوص الحلقة ديال اليوم، فحاولنا أننا نوضح لكم أهم النقاط في حياة الأمير الإدريسي جنون وأهم الأحداث اللي وقعات في حياته وفي أيام الحكم ديالو. إذن إلى هنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. موعدنا الحلقة الجاية مع موضوع جديد وأحداث جديدة من تاريخ المغرب العتيق. وهذه مناسبة باش نعود نذكركم كالعادة بدعم هذا المحتوى بنشر ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي كيعجبهم أو مهتمين بالتاريخ المغربي، خصوصا التاريخ اللي من قاع الخابية واللي التوحد مع مرو طرق ليه. واللي كيشاهدنا الأول مرة ما تنساش تشارك في القناة والضغط على زر لايك باش تشجعنا في الاستمرار، لأنكم أنتم سر استمرارنا. إلى موعد قادم، استودعكم الله.